وخلص رمضان وخلص العيد ورجعت ريما لعادتها القديمة، والحكومة صدرت للمواطن الوش الخشب وقالت له مش اتدلعت بما فيه الكفاية يا مواطن، وبقالك 30 يوم بحالهم بتتمتع بنعمة الكهرباء اللي احنا بنجبي بيها عليك. اظن تتلم بقى وتروح زي الشاطر تدور على جدول تخفيف الاحمال وتذاكره وتحفظه كويس عشان ما تقعدش تتلكك لنا كل شويه بقى وتقول لنا مش عارف مصلحه ايه مش شغاله، ولا بنك ابصر ايه النور فيه مقطوع، جدولك في جيبك ساعتك في ايدك وتخلص اللي وراك قبل ما الكهرباء تقطع، مش عايزين وجع دماغ هنا. وعلى صعيد اخر وبمناسبه هذا المولد واللي هو افتتاح المتحف المصري الجديد، الحكومه بصت حواليها كده لقت الدائري شكله ما يصرش ومنظره بيئه سعيد. طب وبعدين ده احنا عندنا افتتاح والعالم كله هيقف على رجل ونص يتابع الحدث العالمي ده، هو ابعت يا ابني هات شويه لوحات وجداريات فرعونيه وخلينا نعمل منظر حضاري كده يشرح القلب الحزين. يعني شوف لنا موضوع الهويه البصريه ده، عاوزين اللوجو كده وصايه يسمع في المنطقه. وعنها والشغل على الدائري اتعمل عشان كالعاده يتعرف ان اللوجو مسروق والفضيحه تبقى بجلاجل على السوشيال ميديا، ده غير كلمه القاهره اللي مكتوبه بفونت عجيب والناس قرتها حاجه تانية خالص، عشان تقرر الحكومة انها تشيل كل اللي عملته ولا كأنها صرفت ملايين، وقالت لك ايه بقى ان الشغل ده كان مجرد عينة تجريبية، ما احنا فلوسنا كتير. متحدث الوزراء: المواطن استفاد من اموال رأس الحكمة في السلع والأدوية وما نقدرش نستخدمها في تخفيف الاحمال. يمكن بطبيعه الحال التخلي عن الدواء، لا يمكن التخلي عن الاغذيه، يعني في سلع واحتياجات اساسيه للمواطن لا يمكن التخلي عنها، وبالتالي المواطن قطعا استفاد، يعني استفاد من الافراجات الجمركيه العديده التي قامت بها الدوله، استفاد المواطن من القضاء على المواطن اللي ورا استفاد، المواطنه اللي قاعده هناك استفادتي حضرتك؟ اظن كده كله استفاد يا اخوان، وفلوس راس الحكمه يعني غرقتكم من ساسكم لراسكم، واسعار السلع والادويه بقت في متناول المواطن مفشوخ الدخل. هو اي نعم مفيش اسعار نزلت ولا حاجه، ولو في سلع نزلت جنيه فغيرها زاد 10، والادويه مش موجوده اصلا، بس احنا بنعمل اللي علينا وبنستلف من طوب الارض. ما يجراش حاجه بقى لما تستحملوا قطع الكهرباء ساعتين ثلاثه في اليوم، ما تبقوش مواطنين فرافير كده اخشوشنوا. يعني احنا عارفين انكم دافعين ثمن الخدمه ومقدم كمان، بس نعمل ايه الفلوس خلصت، احنا يا دوب دفعنا قسط من الديون اللي علينا والرئيس هبر الباقي، نجيب لكم منين؟ استنوا بقى يعني لما حته ارض جديده تحلى في عين الامارات ولا السعوديه، ساعتها نبقى نشوف حوار الكهرباء ده. ماما صح شعب جاحد نمرود ما يملاش عينيه الا التراب. خالد ابو بكر: اتحدى حد في مصر يكون عارف الرئيس هيعمل ايه. طاقه ايجابيه كده هو نازل الشغل، يعني ما تكسروناش بقى. وانا اتحدى حد في مصر بما فيها جهات يكون عارف الرئيس هيعمل ايه. اتحدى حد في مصر يكون عارف الرئيس هيعمل ايه، تغيير ولا تعديل، ومين في التغيير ومين في التعديل، كنتوا عرفتوها فين قبل كده؟ هذا الرجل يقرا من سطور لا يقراها الجميع، ده الواقع. من غير ما تتحدى ولا تتعب نفسك، هو ده حد عارف له حاجه ولا حتى بيسمع لراي حد؟ ده واحد مقتنع ان ربنا اتاه الملك ونزل عليه فهم الهي، ده غير انه قعد 50 سنة يدرس يعني ايه دولة وما فهمش. على اي حال مش هتفرق كتير يا باشمهندس، يغير الوزارة يعدلها يلغيها خالص محصلة بعضيها، وزيد زي عبيد الوزارة كلها على بعضها ديكور لزوم الدولة الحديثة وكده، يعني كلهم زكي قدرة شوية صبيان عند المعلم الكبير اللي كل حاجة في ايده والكلمة كلمته والشورة شورته، وهو الحمد لله يعني شورته كلها خراب. من الاخر احنا لا عندنا حكومة ولا سياسات، احنا دولة بزرمية، فما تتنكش قوي انت بتتكلم عن التعديلات اللي محدش يعرفها الا جناب الكوماندا المهم، وكان التعديلات دي هتغير حاجه لانها مش فارقه. يعني نائب وزير الماليه: ندرس تحويل الرعايه الصحيه الى هيئه اقتصاديه لتخفيف العبء على الموازنه العامه. لا الف سلامه على الموازنه العامه، لا في دي معاكوا حق الصراحه، لازم تخففوا عنها العبء، هي تستحمل ايه ولا ايه؟ مش كفايه عليها مرتبات الساده اللواءات والحفلات والطرق والكباري، كمان هتتحمل الرعايه الصحيه؟ وبعدين انتوا لسه هتتعبوا نفسكم وتدرسوا؟ يا راجل بلاش كلام فارغ، حولوها لهيئه اقتصاديه بلا وجع دماغ. هيئه اقتصاديه يعني ايه بقى يا اخوانا؟ يعني هي اللي بتصرف على نفسها بنفسها، مرتبات الطواقم الطبيه، الادويه، الاجهزه، المستلزمات. ازاي؟ وده عاوزه سؤال من جيب المريض طبعا. الحكومه عاوزه تخلع نفسها تماما من الليله ويبقى المواطن منه للمؤسسه الطبيه ايا كانت بقى. من الاخر مش هيبقى في حاجه اسمها مستشفيات حكوميه ولا علاج مجاني، اللي هو كان اشتغاله اصلا يعني، بس نقدر نقول انه كان بيساعد ولو بنسبه بسيطه، بس حتى ده السيسي مستكتره على الغلابه، زي ما تكون الموازنه العامه دي من جيب ابوه مثلا. وبرضه هتفضل الحكومه تشفط من الناس ضرائب على حس الرعايه الصحيه، والفلوس اللي هتتوفر هتتصرف في الهجايس كالعاده. احمد موسى:
الرئيس هو من سيعلن عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير. والمتحف المصري بسم الله ما شاء الله، وعايز اقول لكم قربنا تاني بنجهز، وفي اجتماعات دلوقتي مستمره طول الوقت بتتابعه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، دايما بيعمل اجتماعات كتيره جدا مع وزير السياحه احمد عيسى سياحه الاثار طبعا طول الوقت. الفتره اللي فاتت يمكن على مدار فتره قريبه 3 4 5 اجتماعات، احنا دلوقتي بنجهز تجهيزات قبل الاخيره عشان يكون في اعلان رئاسي بموعد افتتاح. الاعلان الرئاسي يكون من السيد الرئيس عبد العزيز باعلان موعد افتتاح المتحف، شغالين عشان نصل لهذا الموعد. ولكن المتحف خلاص اصبح تقريبا شيب جاهز من كل شيء. امال ايه، هو حاجه زي دي تفوت الرئيس برضو؟ هو اصله بيحب الافتتاحات موت، امال هم سموه عبد الفتاح ليه؟ عشان كده لازم يطلع بذات نفسه يعلن عن الافتتاح ويقدم هديته للعالم. طب نحلف لكم بايه ان العالم ولا في دماغه ولا فاضلكم من اصله؟ العالم عنده حاجات اهم ساعتها، يعني ملهاش لازمه المصاريف والبنرات الفرعوني والشغل الفاخر اللي بيتعمل على الدائري وكل كوم وهويه القاهره البصريه دي اللي اللوجو بتاعها طلع مسروق. كوم تاني، بلد مليانه ازمات وفي حروب على حدودها ووضعها الاقتصادي منيل ب60 نيله، تسيب ده كله وتروح تصرف ملايين عشان تعمل حفل افتتاح لمتحف؟ هو يعني لو اتفتح من غير زفه هينقص منه حته؟ وعلى ذكر الحتت بقى موسى، ما تعرفش ليه موقع صدى البلد حذف الخبر بتاع سرقه تمثال اوزوريس من المتحف المصري الكبير واللي متهم فيه مسؤولين كبار؟ التمثال اللي اتنقل من المتحف الروماني في اسكندريه في 2012 واتحط في مخازن المتحف الجديد عشان يتسرق بعدها بثلاث سنين ويحصل تلاعب في الدفاتر وتختفي محاضر الاستلام والكود الرقمي للتمثال ويختفي معاها اي اثر للتمثال نفسه، عشان يتفاجئ المسؤولين السنه اللي فاتت وهم بيجهزوا صاله العرض ان التمثال مش موجود. خالد ابو بكر اللي بيهاجم برنامج الشيخ علي جمعه متشددين بيهاجموا الفكر نفسه. برنامج اسمه نور الدين الشيخ علي جمعه، حصلت خناقه على البرنامج، بس هي الخناقه مش على البرنامج، الخناقه على الفكر. ها، خناقه على الفكر، على واحد قاعد يفسر الدين بمزاجه وواحد تاني عايز ياخد الدين بسماح. دين بسماح الشيخ علي جمعه جايب ولادنا، يعني شكل الولاد اللي موجودين قدام الشيخ علي جمعه عيالنا اللي في البيت واسئله عيالنا اللي في البيت. لا الف سلام عليه والله. وده جاله منين الفكره ده ان شاء الله؟ فكره ايه يا حبيبي، ده كان بيهزي. هو لما يتكلم عن العلاقة بين الجنسين والصداقة بين الولد والبنت وحياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي لو استمرت كانت هتبقى ورطة، وربنا الاحتمال يرجع في كلامه ويلغي النار وتدليسه عن الشفاعة وانها هتكون للكل على حد سواء، وتعمده انه ما يقولش انها شفاعة بدء الحساب، كل ده بسميه فكر؟ واللي يعترض عليه يبقى متشدد؟ يا اسطى الكلام اللي بيقوله ده هيطلع اجيال مشوهه والله، فكرها مضروب في مفك. في فرق بين اني ابقى عاوز اوصل للطفل فكره التعايش مع الاخر وتقبل الاختلاف ووضح له سماحه الدين، وبين اني اقول له كلام يشتته ويخليه يشك في الدين نفسه. السيسي يجب عدم ترك المنطقة لدعاة الحروب بقى. في إطار اتفاقنا معا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات وعدم ترك مسائرها لإرادة دعاة الحروب في إطار أولوية الأمن العربي المشترك الذي نعتبره كل لا يتجزأ. دعاة حرب اللي هم مين بقى رئيس؟ حماس والمقاومة مش كده؟ مش مستحمل تشوف ناس عندها كرامة وبتدافع عن أرضها؟ عاوز الكل يبقى منبطح وديوس زيك بالظبط انت وباقي شلة الحكام العرب. ثم يا اسرائيل كانت بتلتزم قوي بالسلام، ما هو ابو مازن قال عليهم ملط ومش بتاع حرب ولا دياول. ليه ما فيش سلام في الضف؟ وليه بيعتقلوا الفلسطينيين؟ لو انت فاكر المقاومه لو سابت السلاح وبقت كيوت وسلمت نفسها للصهاينه تسليم اهالي، الدنيا هتبقى زبادي خلاط في فلسطين؟ انت عبيط ولا بتستعبط؟ النكته بقى يعني انه بيقول اننا مش عاوزين دعاه حروب من اجل الامن العربي المشترك. حوش الامن اللي مغرق المنطقه ده، السودان وليبيا واليمن مولعين وبشار لسه بيقتل في شعبه، والامارات وانت معاهم حاشرين نفسكم وبتدعموا كل طرف على حساب التاني. على الاقل الحرب في غزه حرب شريفه مش خناقة على الكراسي. وزيرة الهجرة، الدولة تحارب الهجرة الغير شرعية حرصا على حياة الأبناء. حرصا على إيه يا فندم؟ حياة الأبناء؟ ده السيسي هيموت كده ويخلص من الأبناء واللي خلفوهم، وهو بنفسه قال إنه عنده استعداد يأجر العقول المصرية وياخد التمن. ده لو عليه يبيع الشعب قطع غيار والله. الدولة بتحارب الهجرة الغير شرعية عشان السيسي قبض تمن سيطرته على البحر المتوسط، والاتحاد الأوروبي بقى مشغله عنده بواب باليومية، ده اللي مخليه يقفل السكة بالضبة والمفتاح ويقرط على القفل كويس، لانه عارف انه لو سابها سداح مداح حنفيه الفلوس هتقف والدنيا هتنشف، وهو مش ناقص ده ما صدق لقى سبوبه يعني يحلب من وراها قروض ومساعدات. الابناء اللي انت بتدعي ان الحكومه حريصه على حياتهم مش اكتر من ورقه ضغط بيلعب بيها على اوروبا. ها اوروبا، هتديني فلوس ولا اطلق الشعب عليك؟ شعب اللي نفسه يهج ده. خالد ابو بكر انصح المواطن ان يتعامل مع قطع الكهرباء كامر واقع. كل مره هطلع هنا هتكلم عن الكهرباء تاني عشان اديت اللي عليا، لكن نصيحتي للبيوت المصريه ولاي مكان انتاجي او خدمي بتقطع عنه الكهرباء ساعتين، تعامل مع الامر باعتباره امر واقع، واشتغل بقى في التعامل مع فلسفه قطع الكهرباء. خليك عملي بقى، ما احنا بقى لنا 4 شهور ما تقطعوش الكهرباء بيقطعوها، والبوادر كده بتقول باقي الموضوع. فانت هتقول لي انا بشتغل في مكتب محاماه من 9 الصبح لحد الساعه 6. لو اخبطوا دماغكم في الحيط يعني الحكومه ما عندهاش حل لا دلوقتي ولا بعدين.
اي نعم احنا سرحنا بيكم في الاول وقلنا لكم انها فتره مؤقته بسبب ارتفاع درجه الحراره، وبعدين دخلنا عليكم دخله علميه والفنا لكم تاليفه معتبره عن انخفاض كفاءه التوربينات بسبب الحراره، وفضلنا نالف ونحور عليكم، بس ده ما يمنعش اننا لما لقيناها خربانه وان مفيش فايده بقى خلاص جبناها لكم على بلاط. قلنا لكم ان مفيش فلوس نجيب بيها مازوت نشغل بيه المحطات، يعني صرحناكم بالحقيقه اهو. مش بس كده، ده احنا كمان عملنا قطع كهرباء بجدول، وايه جدول ما يخرش الميه. اظن كده هيبقى عدانا العيب وازح، هنقطع نفسنا يعني. ما تنشف في مواطن منك ليه؟ تعامل مع الوضع كامر واقع. شغلك بتتعطل ليه وانت يعني كنت شغال في ناسا؟ ثم فيها ايه لما تطلع للدور العاشر على رجلك؟ يعني اعتبرها الرياضه، ممكن تتحبس في الاسانسير وتموت مخنوق. فيها ايه؟ ضحي عشان مصر يا اخي، الدنيا حر وعاوز تشغل مراوح، بندربك على جهنم مش يمكن تدخل النار. المتحدث باسم وزاره العمل، قرار الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص سيتم تطبيقه الشهر القادم. يعني بعض المتابعين والمراقبين والمحللين لهذا الملف يعني من توجهات مختلفه كانوا بيتكلموا ان طبعا هذا القرار سيطبق منذ يعني من شهر يوليو المقبل، ولكن طبعا كان هناك حرص من جانب الاطراف الثلاثه اللي احنا بنسميهم اطراف العمل الثلاثه، الحكومه واصحاب الاعمال والعمال، على سرعه تطبيق هذا القرار من شهر مايو المقبل. ولذلك يا فندم عندما انعقد المجلس القومي للاجور يوم الاحد اللي هو قبل العيد مباشره، اليوم التالي اللي هو كان يوم الاثنين نشر القرار في الجريده الرسميه المصريه قليل. شاكرين افضالك يا حكومه. ايوه كده، اقف جنب المواطن وشوف مصالحه، خدي له حقه من حباب عينين القطاع الخاص. هو نعم القرار لا يشمل العاملين في المشاريع الصغيره والمزارع والشوارع والخدمات، واللي هم بيمثلوا حوالي 90% من اللي شغالين في القطاع الخاص في مصر، يعني اللي هيستفيد من القرار اقل من 10%، بس هو احسن مما فيش. ده بفرض ان القرار هيتطبق بالفعل، لان في الوقت اللي الدوله بتقول فيه انها هتلزم اصحاب المصانع والشركات بالقرار، بتعلن عن وظيفه ضابط امن في الخط الثالث للمترو بمرتب 3000 جنيه، يعني نص الحد الادنى اللي هي بتقول عليه. ده غير طبعا ان موضوع الحد الادنى ده اشتغاله، لان المشكله مش في تدني الاجور، المشكله الفعليه في انخفاض القيمه الشرائيه للعمله وفي تحرير سعر الصرف اكتر من مره في فتره بسيطه. حل زي رفع الادنى مش اكتر من مسكن، وكمان مسكن زي قلته والله وعلى الله حكايته. وزير الماليه سننوع مصادر التمويل ونعتمد على السندات الخضراء والصكوك. سندات خضراء؟ هتتاجروا في الكرات والبصل الاخضر؟ السلام على التنويع، ما هي دي ديون برضه حضرتك. ولا انت فاكر انك لما تقول لنا انها سندات خضراء وما احنا هنفتكرها طيبه وبنت حلال بقى وملاش دعوه بالقروض الشرير؟ القروض بتبقى حمراء، مفيش فرق حضرتك بين السندات الخضراء والسوداء على دماغك انت واللي مشغلك، فبلاش تشتغلنا يعني. هي سندات في الحالتين، وانت عارف انها قروض زيها زي غيرها. الفرق بس انكم ملزمين تستخدموها في مشاريع بيئيه، وانتوا سيد من يستف الورق ويعمل من ميه الفسيخ شربات، فمش هتغلبوا يعني. هتشفطوها لحسابكم والشعب هو اللي هيلبس في تسديدها. احمد موسى، السكر موجود ب 31 جنيه وتاخد اللي انت عاوزه. لسه الاسعار ما وصلتش لما نتمناه جميعا، ولكن على الاقل الاقي الناس تقول احنا لاقيين السكر عندنا بس لاقيينه ب 31 جنيه ولكن موجود، الرز لاقيه موجود، كل الحاجات اللي انا محتاجها بلاقيها، يهمني الكلام ده. خلاص المواطن منك ليه؟ مش عاوزين عوق هنا. الحكومه وفرت لك السكر، اهمد بقى. هو صح بقى بضعف ثمنه قبل الازمه، بس موجود ومرطرط في السوق ومش لاقي اللي يشتريه حتى، روح بقى اغرف وخد زي ما انت عاوز، محدش هيعد وراك. هو انت بتضحك على مين يا موسى؟ هو الناس عايشه في عالم موازي مثلا؟ ولا انت بتكلمهم عن بلد تانية؟ الناس عارفه ان السكر مش ب 31 جنيه هجاص، وسعره بقى من 37 وطالع، ده غير انه مش متوفر لدرجه ان الناس تاخد زي ما هي عاوزه ولا حاجه، لسه الحد مسموح بيه كيس او اتنين لكل فرد. يا حبيبي الكذب ما يكونش يعني في الحاجه اللي الناس بتتعامل معاها بشكل مباشر. ما دي اصلها مش انجازات الرئيس ومشاريعه، اتعلم تفصل بين التعريص وبين الخبر. هو انا اللي هعلمك شغلك ولا ايه؟ متحدث الوزراء المشروعات القوميه والتوسع العمراني، زود من احتياجات الكهرباء واستيراد الوقود. الدولة بالفعل يا فندم بتستورد الوقود، ولكن التزايد الاحتياجات من الكهرباء في ظل المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني بيتطلب استيراد المزيد من الوقود. طب واحنا مالنا؟ حد قال لكم اننا عاوزين مشروعات قومية ولا نيلة؟ وبتتوسع عمرانية لمين؟ هو انت لما تبني مدن في الصحراء وتعمل المتر فيها بسعر فلكي يبقى الشعب كده استفاد ايه لا مؤاخذة؟ يعني خربتوا بيتنا من تحت راسها، وكمان بتقطعوا الكهرباء عشان تنوروها للاشباح، ثم انت بتحور على مين؟ الحكايه لحكايه مشاريع ولا توسع عمراني؟ الحكايه ان انتاج مصر من الغاز الطبيعي اتخسف به الارض، فبقت عاجزه عن تشغيل محطات الكهرباء اللي عملتها بقروض كاد جديه. وحقل ظهر اللي السيسي كان فرحان بيه وقال لنا انه اعظم كشف حصل في تاريخ مصر، ويا سلام لو كل يوم نلاقي حقلين ثلاثه من دول. او حقل ظهر ده راح في الوباء، ده اذا ما كانش هو اللي خربه، بس مش عشان هو بومه يعني والطريه في ايده ناشفه، لا ده لانه بعبقريته المعهوده اصر على تسريع معدل الحفر لحد ما حصل تسريب للميه جوه الحقل وجاب ضرفه، وانتاجه بقى بيتراجع بشكل يومي لحد ما هينضب خالص خلال سنوات بسيطه.
الحكومة إقامة فصول دراسية جديدة لاستيعاب زيادة أعداد اللاجئين. ألا يعني السيسي حل الكيس وعمل فصول دراسية عشان اللاجئين وكان مستخسرها في شعبه؟ لا ما صحش كده أبدا يا ريس. طب كنت اعتبرنا لاجئين يا أخي، قدم لنا شوية خدمات من اللي بتفرقها على اللاجئين، ولا احنا يعني ملناش نفس؟ بقى تسيب كثافة الفصول توصل لفوق 150 طالب وتقول لنا وش معناش فلوس نبني فصول ودلوقتي تزود الأعداد؟ ما كانش العشاء يا ريس. كل ده عشان تقنع الاتحاد الأوروبي إنك عندك لاجئين وبتصرف عليهم من جيب أبوك. لاجئين إيه اللي زودت أعداد الفصول عشانهم؟ هو أنت عندك تعليم في المدارس؟ ده المدارس الحكومية خاوية على عروشها، والعيال ما بيعتبوش باب المدرسة إلا أيام الامتحانات، واللي عاوز يعلم عياله أو يعيشهم أجواء المدرسة بيدخلوا مدارس خاصة على حسابه، وده نفس اللي بيعمله اللاجئين حضرتك اللي ما هماش لاجئين ولا حاجة. الفنان نضال الشافعي مسلسل الحشاشين أصبح يقارن اليوم بصراع الفروق العروش. فخور ببلدي بجد انها قدرنا نقدم عمل زي الحشاشين، عدم عمل يعني بنقارنه دلوقتي بجيم اوف ثرون ممكن مثلا في بعض المشاهد الكتيره. جيم اوف ثرون ده عمل عظيم جدا جدا، فلما تقارني مسلسل مصري بيه على مستوى الصوره وعلى مستوى الكتابه. صراع عروش انه عرش فيه مش وسعت قوي منك ده فنان. طب قول صراع في الوادي تبقى مبلوعه شويه، لكن عاوز تقارن مسلسل معمول تحت بير سلم الشؤون المعنويه بمسلسل ملحمي زي جيم اوف ثرونز اللي تقدم في 8 مواسم ورغم انه فانتازيا الا انه تقدم بحرفيه؟ هما شربوك حشيش في المسلسل ولا ايه؟ ثم ايه وجه المقارنه اساسا؟ الا اذا كان قصدك ان الحشاشين كله هري وهجايص ومجرد فانتازيا لا تمت للواقع بصله، بس ساعتها برضو جيم اوف ثرونز يكسب. ولو على شويه الجرافيك بقى، يعني فياريت تنقطنا بوسكاتك وحيت ابوك عشان الاستاذ بيتر ميمي ناحت معظم المشاهد من افلام ومسلسلات اجنبيه، ومع ذلك شغل الجرافيك عادي جدا وما فيهوش بربع جنيه ابهار. واحنا مش هنخلص من حمله التلميع دي بقى. وزير المالية: ليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي. إيه؟ خلصتوا على كل اللي حالتنا وبعتوا اللي ورانا واللي قدامنا وما بقاش عندنا حاجة تتباع؟ دور هنا ولا هنا معالي الوزير، يمكن تلاقي شركة ولا مصنع يكون لسه فيهم الرمق يعني ويدخلوا مزاج الأسواق الدولية وتشترون برخص التراب. يا أخي أسواق دولية إيه بس؟ هو أنتوا في حد بيشتري منكم حاجة غير السعودية والإمارات؟ قالك حتى نهاية العام المالي الحالي اللي هو يخلص كمان شهرين يعني، وبعدين نطلع البضاعة وندلل عليها من تاني. احنا لازم نعزز نفسنا برضو ونريح شوية بعد بيعة راس الحكم، ولا عاوزين الناس اللي نفسها حلوة تاكل وش السيسي وتقول عليه نازل بيع في البلد جملة وقطعي؟ مصطفى مدبولي: هناك انخفاض في الأسعار بنسبة تصل إلى 27%، ولكن الاتجاه العام إن السلع كلها بصفة عامة في نزول لحوالي 22%، ولكن السلع الأساسية المجموعة السلع الأساسية النزول فيها أكتر يعني بيتجاوز 25%، ممكن تبقى للأرقام حوالي 27%. فالأرقام دي النهاردة منعكسة. 27 مين ساعتك؟ والله ما حصل، وأسعار السلع زي ما هي، ده إذا ما كانتش أغلى. ده غير إن حتى لو بفرض يعني إن كلامه صحيح، فساعتك في سلع أسعارها زادت في آخر 3 شهور ب 200 و300%، يعني ال 27% انخفاض دول ولا حاجة، ده إذا كان حصلوا، لأن ده ما حصلش من أصل. إيه سياسة الإنكار دي؟ ولا أنتوا عاوزين تجننوا الشعب ولا تنقطوه ولا إيه بالظبط؟ خلاص يا فندم، خلي الحكومة تشتري بالأسعار اللي نزلت دي وتبيعها هي للمواطن. مصطفى مدبولي: إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنوياً. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنوي، مشيرا إلى أنه لو تم زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17 إلى 18% فإنه في عام 2030 سنصل بقيمة الصادرات إلى نحو 105. خليهم 60 وحد له عندنا حاجة، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، بس حياة عيالك يا شيخ يعني ارسوا على كدبة عشان ما يصحش اللي بتعملوه فينا ده. والله ما تبقوش فاشلين في كل حاجة حتى في كبس العم على دماغنا. في مسؤولين غيرك قالوا إن الصادرات 42 مليار، تقوم انت تنططها 11 مليار مره واحده. طب زود بالمعقول يعني مليار ولا اتنين حتى ساعتها نعرف نبلع الكدب، انما كده الكدب هيقف في زورنا بالعرض ساعتك، وساعتها مش هنكون مسؤولين عن اي اصوات ممتعضه تطلع من مناخيرنا. رئيس هيئه الطرق: الناس نسيت حاله الطرق قبل 2014 كانت عامله ازاي. مع احترامي يعني لاراء الناس نسيت كانت حاله الحاله في مصر قبل 2014 كانت شكلها عامل ازاي. طب لو هي الحاله دي مستمره كده، لا ما هو كان خلاص كان شلل تام، كان شلل تام، توقف تام، وده على فكره كان التقرير من بره مصر. طب معلش يعني خدنا على قد علينا وتعالى على نفسك وفكرنا، احنا شعب ذاكرته بعافيه شويتين ثلاثه، كانت عامله ازاي ان شاء الله؟ اخاديد ووديان قاحله، وكنا بنركب النوق الحمر عشان نعرف نسلك فيها، وبفرض ان حالتها كانت تعبان، هو مين المسؤول؟ مش سعادتك وغيرك من اللي ماسكين الهيئه الهندسيه؟ ولا في حد غيركم كان بيشتغل في البلد؟ ولو حاله الطرق كانت سيئه لدرجه صرف مليارات عليها يبقى انتوا كنتوا حراميه بقى. لا ولسه حراميه ونصابين برضه، ومشاريعكم دي مش اكتر من سبوبه بتاكلوا من وراها بقلاوه باللوز، والسيسي بيكسر بيها عينيكم عشان تفضلوا على طول ممسوكين من ايديكم اللي بتوجعكم، ومحدش فيكم يستجر ينط مكانه. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفه 1.5 مليار استرليني.
الراجل ده حالف 100 يمين لا يجيب البلد دي الارض. مشروع ضخم ايه بس يا ريس؟ هو ده وقته؟ هي يوفوريا حاله التنصيب ضربت في نافوخك لدرجه انك تعيد احياء مشروع منخفض الاطار؟ ما هو ده المشروع الضخم اللي تفتق عنه ذهن السيسي، فتح الدرج بتاع المشاريع الفاشله وطلع لنا مشروع بقاله 100 سنه واتقتل بحثا ومعظم الاراء اجمعت على فشله وارتفاع تكلفته، وان نتائجه الايجابيه المتوقعه تكاد تكون معدومه. المشروع الهدف منه انه يعمل بحيره صناعيه في منخفض الاطار، وبما ان النيل رايح في داهيه وطول عمرنا حصتنا من المياه محدوده، فقال لك خلاص البحر المتوسط موجود، ناخد منه المياه ونحفر قناه ونسميها قناه السويس الصغيره. ودي مش قالش والله، هم فعلا هيسموا المشروع كده. البحيره دي بقى لما تتبخر الدنيا هتشتي، والارض العطشانه نرويها بدمانا او بميه المطر دي يعني، وتتحول بقى لاراضي زراعيه ونتنغنغ بقى ونلعب بالخضار لعب. مشروع عاوز له مليون سنه تقريبا عشان نشوف له نتيجه. الكارثه بقى ان نتيجته السلبيه الاكيده انه هيزود ملوحه التربه وهيقضي على المياه الجوفيه تماما، طبعا ده غير تكلفته الفلكيه. المشروع قديم زي ما قلنا، ومن حين لاخر كانت الحكومات بتطلعه وتضحك بيه على الشعب وتقول له كلمتين كده لزوم الاستهلاك المحلي، ويرجع تاني يدخل الدرج ولا من شاف ولا من دري. بس المصيبه المره دي انه طق في دماغ البلحه المخربه، فربنا يسترها بقى. مصطفى بكري: قرارات الرئيس ساعدت في الخروج من الأزمة الاقتصادية بهدف جذب الاستثمار وبدايات ما تم في رأس الحكمة، والنهاردة كمان بنسمع عن مفاوضات بتجري في رأس جميلة وغيره من المناطق. ده كله بالتأكيد بيساعد البلد على أنها تخرج من أزمتها، وبقينا نشوف حتى إيه ده؟ هو احنا خرجنا من الأزمة الاقتصادية؟ طب مش كنت تقول يا بكري ده احنا متشحتفين على الآخر وشايلين الهم والنكد ركبنا والشعب ماشي يكلم نفسه، ازاي تخبى علينا معلومة خطيرة زي دي؟ لا لا لا، كانش العشم ابدا مناطي. اظن بقى ما دام خرجنا بالسلامه يبقى ملهاش لازمه بقى قطعه الكهرباء والدولار يرجع ب7 جنيه وعبد الحليم يغني في الفرح. ازمه ايه اللي خرجنا منها؟ ده احنا موحولين فيها وحله سودة. والرئيس ابو قرارات حكيمه قال بنفسه ان التحسن هيكون بطيء، يعني موت يا حمار. احمد موسى: سعر البصل وصل ل5 جنيه يعني تراجع 45 جنيه. بيوجه لي رساله بيقول انا قلت لك قبل كده ووصل النهارده 5 جنيه، انت فين من 5 جنيه؟ لما تبقى غالي ما هو طيب ما هو وصل النهارده، وصل النهارده بنتكلم عليه وصل، لانه كمان لما غلي الدوله خدت قرار بمنع التصدير وبالتالي السوق اللي يحتاجه البيت. ولسه هيتراجع كمان وهيبقى ببلاش خالص. هناخد البصل فوق البيعه، وكله بفضل قرارات الدوله الحكيمه اللي منعت التصدير وخلت البصل يغزو الاسواق من جديد، وبقينا مش عارفين نودي البصل فين. واللي سبحان الله لما خدت قرارات التوسع في التصدير وسابت الشعب يحفى على بصلايا كانت برضه حكيمه، لانها كانت بتصدر البصل وتجيب لنا دولارات. احمد موسى ده ظاهره كونيه والله، بيعرس بالفطره، لسانه مفطوم على التعريس. طب ايه رايك بقى انك كذاب واقل سعر للبصل 10 جنيه، وده طبعا البصل اللي حالته تعبانه وجودته مضروبه بالجزمه. السعر الفعلي للبصل بيتراوح من 20 ل25 جنيه سعادتك. قال لي عصام النجار رئيس الرقابه على الواردات والصادرات: الصادرات زادت في 2023 بمعدل بسيط بس حافظت على معدلاتها. شايفين برضو رغم الازمات اللي كانت موجوده فيها المنطقه كلها، الصادرات المصريه زادت بمعدل بسيط جدا بس حافظت على معدلها. الصادرات المصريه في الربع الاول استمرت في الزياده في الصادرات المصريه، وده دل على ان سياسات الدوله المصريه كانت ناجحه في تحفيز الصناعه للتصدير. وسيادة اللي هو ماله مال الصادرات والواردات؟ بس على اي حال يا فندم، بعيدا عن ان مؤهلاتك ما تسمحلكش انك تراقب برميل طرش معتق، وبعيدا برضو عن ان مصر صادراتها على الله حكايتها، فالجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء قال ان الصادرات قلت في 2023، يعني لا زادت ولا حتى حافظت على معدلاتها. والسبب الاساسي في تراجع الصادرات هو ان مفيش مواد خام بسبب مشاكل الاستيراد، بالتالي المصانع كانت عاجزه عن الانتاج والتصدير. فانا مش عارف سيادتك جايب كلامك منين يعني، وازاي تكون رئيس الرقابه ومش عارف حاجه بسيطه زي ان الصادرات قلت؟ امال انت بتراقب ايه؟ النجوم والكواكب؟ وليه لواء سابق عديم الخبره يمسك وظيفه مدنيه؟ رئيس شعبة الأرز: الأرز هو السلعة الوحيدة التي لم يطرأ عليها أي زيادة من العام الماضي. عز في الرز من فوق بس ربما هناك خلاف يعني، وبعدين الرز السلعة الوحيدة اللي لم يطرأ عليه أي زيادة من العام الماضي، لأن هو ما تأثرش بالدولار ولا بتاع الرز أساسا كان ليه دخل. وحياة أمك، ده الرز كان أول حاجة الناس اتمرمطت من تحت راسها، مشافت من وراه الويل، وده لأنه بيمثل سلعة أساسية للناس ملهاش بديل. والسنة اللي فاتت تحديدا كانت مجزرة في موضوع الرز، بداية من اختفائه خالص من الأسواق لحد ارتفاع سعره من 6 جنيه لغاية ما بقى 30 جنيه، وفشل كل محاولات الدولة في خفض سعره، ورغم إنها عملت تسعير جبري إلا إن ده زود المشكلة، وبقى الحصول على كيلو رز يعني ضرب من ضروب الخيال. وبعد كده قررت الدولة تشيل التسعير، وكان في تخبط في القرارات بينزل كله على دماغ الشعب لحد ما وصل سعره ل 30 جنيه، ويا ريت وقف على كده زي ما بيدعي رئيس الشعبه. بالعكس، الرز كان بيزيد بصفه مستمره خلال السنه لحد ما سعره وصل ل 40 جنيه للكيلو. يعني ما هو انتوا معلش لو عايشين في بلد تانية قولوا لنا او خدونا معاكم،
بهاء الدين أبو شقة سنتوسع في زراعة القطن، والآن لدينا رقعة زراعية تصل إلى 14.5% وليس 6% كما كنا في 2013. يا أخويا ربنا يزيد ويبارك، وإحنا يعني نكره. بس تعرف سيادتك إن الرقعة الزراعية في مصر في 2013 كانت 3.5%، بس كده مفيش غيره. لكن شهادة لله الرئيس ما عجبوش الحال المايل ده، وقال لازما ولابدا نزود الرقعة عشان يبقى عندنا أكبر رقعة زراعية في العالم. ومن ساعتها وهو نازل بنا في كباري وطرق ومحاور، وكل ما يشوف شجرة يقلعها. طب والرقعة يا ريس انت نسيتها ولا ايه؟ ساعتها الرئيس فاق كده وصحصح وعمل لنا رقعة زراعية هتمسك البلد كده، وزود الرقعة الزراعية لحد ما بقت اسم الله على مقامك 3.8%. يعني كل اللي زاد ما يكملش 3% ساعتك. فالرقم المفتكس بتاعك ده يبدو انه مساحة رقعة تانية في جسم سيادة الرئيس لا داعي لذكرها. يعني خالد الجندي، الله يستجيب الدعاء في كل وقت وليس في رمضان فقط. واشكروا لي ولا تكفرون في أي وقت. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في رمضان فقط دون سواه، ما حصلش. إنما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى في أي وقت في أي مكان ادعوني أستجب لكم. الله يطمنك. سمعت أخوانا؟ اعتبروا رمضان لسه ما خلص. مكملوا دعاء على السيسي بقى بقلب جامد. الشيخ كنتاكي بيقول لكم إن ربنا هيستجيب إن شاء الله. مش عاوزين يأس، ومش معنى إن ربنا ما استجابش دعواتنا عليه في رمضان إن كده خلاص. لا إن شاء الله الأمل موجود. وإذ لربما دعوة كده ولا كده ترشق فيه تجيب أجل وهو وسلساله، ويعني ربنا كريم بقى. رئيس شعبة الأدوية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي فيها تسعير جبري للأدوية. مش في مصر وش شوية الدواء، احنا الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي بتعطي تسعير جبري، وعندنا هيئة الدواء عندها إدارة تسعير تقدر تعرف بالضبط تكلفة كل منتج، لأن كل حاجة مش مستخبية في الصناعة. لا سعادتك مش صحيح، مصر مش الدولة الوحيدة اللي تسعيرة الدواء فيها جبرية، ده موجود في دول كتير. وبالفعل سعر الدواء ما ينفعش يخضع لقوانين العرض والطلب، خصوصا في مصر، لأن القانون ده شغال فيها بمزاج صاحب المحل. وإن كان ده موجود في أوروبا والدول المتقدمة فده لأن نظام التأمين الصحي هناك حقيقي، مش زي شغل العك اللي عندنا. أما بالنسبة لكلام الأستاذ عزة عن إن الأدوية زادت حسب سعر الدولار في السوق السوداء، فده بلح طبعا. الأدوية كانت بتدخل بالسعر الرسمي، ثم الدولة ما كانتش بتستورد أدوية أصلا، وده خلى فيه نقص شديد في الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة. المشكلة اللي لسه مستمرة لحد دلوقتي رغم حل أزمة الاستيراد ظاهريا، وحاليا فيه نقص شديد في أدوية السكر والأورام. وللأسف الشديد المشكلة مش هتتحل إلا برفع جديد للأسعار، وربنا يكون في عون المرضى. رئيس هيئة الرقابة، أكيد مش هناكل طرق وكباري. مش هناكل طرق وكباري، أكيد طبعا مش هناكل طرق وكباري. لكن الطرق الكباري سبب لإيه، أو إيه مردودها، أو إيه مردودها على الاستثمار؟ خلينا نتفق إن طرق الكباري واحدة من المجالات أو البنية، أحد بنود البنية التحتية في أي دولة. إخس، وإحنا اللي كنا متعشمين إنها بتتاكل. شوف أسات اللي هو الناس لما قالت موضوع أكل الطرق والكباري ما قالتوش عشان عدد الكباري بقى أكتر من عدد البني آدمين، ولا حتى عشان في كباري ملهاش 30 لازمة وزيتك مش شعر بيت، ومش بسبب المليارات اللي بتدفع فيها. الناس قالت كده لما المشاريع دي أثرت عليها بشكل مباشر، ولما البلد دخلت في دوامة القروض ووصلنا لعجز دولاري خلى قيمة الجنيه ما تسواش بلحة في سوق العملات، ودخلنا في تعويم في التاني في التالت، الحاجة اللي رفعت أسعار كل حاجة والناس بقت بتعاني عشان توفر قوتها. فما فيش داعي تنظر علينا وتدينا درس دراسات من بتوع رابعه ابتدائي تشرح لنا فيه اهميه طرق النقل والمواصلات، لاننا اكيد فاهمين ده. واكيد السيوله المروريه وسلامه الطرق حاجه مهمه، بس ما يكونش المقابل ان الناس ما تبقاش لاقيه تاكل. مصطفى بكري، محافظ الاسكندريه، يصدر قرار بنزع ملكيه ارض للمنفعه العامه. أكد اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية أنه أصدر قرارا بنزع ملكية أرض نادي سيدي بشر للمصلحة العامة. وقال الشريف لحقائق وأسرار أن أرض هذا النادي هي في الأصل ملك للدولة ووزارة الأوقاف، وأن هذا النادي يقدم الخدمة لملايين المواطنين وخرج أجيالا من حوالي أسبوعين. اتفاجئ سكان سيدي بشر بدخول جرافات لملعب سيدي بشر اللي موجود في المنطقة من الستينات، والجرافات هدت الملعب وشالت النجيلة الصناعية، وتقال ان صاحب الارض استردها بحكم قضائي، في حين ان صاحب الارض كان بتنازل عنها من الستينات زي ما قلنا، والملعب خرج اجيال. قال لك ده الورثة خدوا حكم قضائي باسترداد الارض، وانتوا عارفين بقى ان القضاء بتاعنا شامخ وقراراته واجبة النفاذ، خصوصا لما يكون الوريث واحد من اللي ايديهم طايلة. الناس كالعادة ثارت واحتجت، وطبعا لا حياة لمن تنادي. لكن للعجب العجاب سيادة الرئيس يتدخل بذات نفسه ويقرر ان الملعب يرجع زي الاول. طب واحكام القضاء اللي لازم نحترمها رئيس؟ لا دي ملهاش عزة دلوقتي، الملعب هيرجع للشعب. ومش عارفين يعني الرئيس بقى حنين وقلبه على الشعب كده من امتى؟ في كلام كتير اتقال عن فساد وتواطؤ من مدير الامن، وكمان زي ما قال بكري ان الارض اللي في الحكم مش ارض الملعب اصلا، وان الارض ملك للدولة. طب لما هي ملك للدولة ملكيتها تتنازع ليه؟ الحاجة اللي بتفكرنا بعمارة المينا. وكالعادة محدش فاهم حاجة. على أي حال مبروك لأهالي سيدي بشر رجوع الملعب بالسلام،
وربنا يستر وما يحلاش في عين الرئيس ويقرر هو اللي ياخده. صنع قلبي مش مطمن له صراحة. رئيس شعبة المخابز خفض سعر رغيف العيش السياحي بداية من الأسبوع القادم. من الدكتور علي مفرح إن شاء الله يوم السبت ونلتزم إن شاء الله في كل مخابز جمهورية مصر العربية. طيب يوم السبت إيه القرار اللي إحنا منتظرينه؟ ما كل شيء جايز. طبعا أخوانا زي ما أنتوا عارفين سعر الرغيف كان وصل لـ3 جنيه، ولما بنقول رغيف فإحنا بنتكلم عن حاجة وزنها ما بيكملش 25 جرام زي ما بيقول رئيس الشعبة كده، اللي هو رغيف فيرتشوال يعني افتراضي، هو لقمة تحديدا يعني، لان الواحد عشان يحس بالشبع محتاج كله بتاع 5 ترغيفه كده ان شاء الله. اهو الرغيف اللي عليه القيمه ده بقى كان ب5 جنيه. العيش الفينو كان وصل رفعه لسن سرنجه الانسولين وبرضه كان ب3 جنيه. يعني اللي عنده عيلين 3 في مدارس محتاج لهم عيش بس ب30 جنيه في اليوم، اللي هو حاجه في منتهى المهزله. بس يلا خليكوا ركداب، لان دي مش اول مره يتقال الكلام ده، ما احنا بقالنا اسبوعين بنسمع ان العيش هيرخص ولا رخص ولا بتاع. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. ضغط وهو بدل ما انتوا قاعدين في البيت نزلت لك زفتين زيت وخمس ست جزال لانشون وشويه صابون على شويه مكرونه على شويه ترمس على شويه مخلل وانزل اسع تجاره حلوه. اللي بدل المشروع ده ب 5000 جنيه دلوقتي ما شاء الله مديون بحوالي 15000 جنيه. نصايح بقى انتوا تنصحوني بقى ارجع ازاي تاني من الصفر؟ يعني عايز ابدا تاني وارجع بالصفر، اعمل سوفت ولا اعمل ايه؟ طيب يا ساده قريش، يا اهل يثرب، يا ساده قريش، يا أهل يثرب، لقد جاء تاجر الشمل. اللهم صل على النبي. أي حاجة بجنيه. خالي صالح، خالي صالح أحمد محمد علي يحيى ابنه الكبير اسمه شحتة واغل ورسمي. أروح لي من يا زمان قولي والله خالي كل ورسمي، واروح لي من يا زمان قولي ارفع ايدك فوق. للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.